سنواجه مشاكل كثيرة جدا من الخلافات الناتجة عبر التحول إلى المجتمع المعرفي، في التجارة الإلكترونية، في الأسماء التجارية، في العلامات التجارية، في حقوق التأليف، في كل المجالات. ليس هنالك أنظمة كافية لحسم المنازعات على الإنترنت. هنالك كما هو معروف نظام حسم المنازعات في أسماء المواقع، وأسماء المواقع ليست هي كل التعامل على الإنترنت. الآيكان، الإنترنت كونسورتيوم فور أسايند نيمز أند نمبرز، اللي هي الهيئة الوحيدة التي لها سلطة على الإنترنت والتي هي معينة لذلك بقرار أو بعقد من وزارة التجارة حاليا الأمريكية، وقبلها من وزارة الدفاع الأمريكية، هي هيئة مسؤولة عن إدارة نظام المواقع. جميل. فبالتالي هنالك حماية، قدر مقبول من الحماية لأسماء المواقع على الإنترنت، ولكن من قاس من هذا الموضوع يعرف أن هذه الحماية أيضا غير كافية. قبل أسبوع كان عندنا مؤتمر حول الأسماء المشهورة، وأروي أني في يوم من الأيام استيقظنا صباحا لقينا في سموة، حتى والله لليوم ما بعرفش وين هاي سموة، في بلد اسمها سموة، هنالك من سجل اسم طلال أبو غزالة كموقع له، نفس الاسم حرفيا، طلال أبو غزالة. فتحنا على الموقع الجميل، وجدنا صورة كلاب ومكتوب no rush no hurry come to طلال أبو غزالة for a free haircut for your dog. طبعا احنا لسه ما دخلناش في مجال قص شعر الكلاب، يعني لسه هذا النشاط لم نمارسه حتى الان. فقلنا له يا اخ، هذا اسم طلال ابو غزالة، وانت شو علاقتك وطلال ابو غزالة؟ بيشغلش بقص شعر الكلاب. قال يو ار هراسينج مي. كيف يا سيدنا احنا عم شو كلمة هراس؟ يمكن مضايق، عم بتضايقوني. لا ليش؟ قال لأنك بتعرف إنه أنا مش مستعمل اسم طلال أبو غزالة. طلع على الموقع بتلاقي كلمة تل تي اي ال وبعدين سبيس وبعدين ال أبو غزالة، فهو بدل ما يحط سبيس بعد كلمة طلال حطها بعد كلمة تل، وقال هذه تعني، وأنت عربي فمعناته بتعرف إنه هذه تعني أن المشروع هو اسمه تل الأبو غزالة وهذا مش اسمك. طبعا كذبة كبيرة، لأنه في الدومين نيم فيش سبيسينج، فلما تكتب كدومين نيم أو كاسم موقع أو كإيميل تنكتب مثل اسمي بالضبط. اشتكينا، حسن الحظ في جهة مثل ما قلت في حماية في موضوع أسماء المواقع، اشتكينا لأحد هذه المواقع اللي بيسموه Uniform Dispute Resolution Procedure، وهو تابع للآيكان. في هنالك أربع مواقع في العالم، واحد منها في الوايبو، المنظمة العالمية للملكية الفكرية. اشتكينا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، خلال أسبوعين كان أو شهرين سوري شهرين كان هذا الموقع قد ألغي، على أساس أن اسم طلال أبو غزالة اسم مشهور، وبالتالي لا يجوز أن يكون هذا الرجل ليس سيء النية. فإذا الحظ الوحيد كان أنه الاسم مشهور. إذا الاسم مش مشهور هنالك خلاف لا يجب حسمه، وستجد صعوبة كبيرة في حسمه. يعني ما أريد أن أقوله أن حتى في مجال الدومين نيم، وهو المجال الوحيد الذي فيه نظام حسم منازعات على الإنترنت، المشكلة أنه فقط يحمي من هو مشهور. إذا مش مشهور ونأتي إلى مشكلة أخرى،
وهي إذا كان مشهور ما هو تعريف المشهور؟ طبعا الأمم المتحدة وجدت نفس المشكلة، واحد قرر أن يسمي موقعه United Nations، ومنظمات كثيرة استفادت من كون أن اسمها مشهور. بس إذا الاسم مش مشهور ما في عدل، أنه ما نستطيع أن نحمي. هل الآن أذكر هذه القصة لأقول أن حسم المنازعات موجود في على الإنترنت، ولكن فقط للأسماء وأسماء المواقع، أسماء المواقع فقط مش الأسماء. الآن نحن كمجموعة طلال أبو غزالة نحب نعلن اليوم أننا استكملنا إجراءات أن نصبح مركز لحسم النزاعات على الإنترنت، وسيطلق هذا المركز إن شاء الله قبل نهاية هذا العام. احنا من سنة 2005 مش هيك همس؟ من سنة 2005 ونحن نتابع إجراءات أن نصبح مركز، وسنكون خامس مركز في العالم والمركز الوحيد في المنطقة ليحسم المنازعات على الإنترنت في كل اللغات وفي كل المجالات، ولكن بالإضافة إلى ذلك باللغة العربية أيضا سيكون هذا متاحا، لأننا نتمنى أنه قريبا أيضا يصبح أسماء المواقع تصبح باللغة العربية. الآن هذا ممكن أن يكون موضوع، ولكن ما هي الحماية الموجودة على الإنترنت لحسم المنازعات، أو ما هو الأسلوب لحسم المنازعات فيما يخص الأسماء التجارية، العلامات التجارية، الاختراع، الحقوق المؤلف، المحتوى؟ أي محتوى مش موجود. ليش مش موجود؟ لأن ليس هنالك سيادة على هذا الفضاء اللي اسمه سايبر سبيس. أمريكا تقول، وأنا بدأت أن أقول أن هنالك في خلاف فكري بين أمريكا والعالم، بقية العالم تقريبا، وخلفية هذا الخلاف منطقية. أمريكا هي التي اخترعت الإنترنت وأهدت للعالم مجانا، ويجب أن نشكر صباحا ومساء الولايات المتحدة الأمريكية أنها قد أعطتنا هذا الاختراع الجميل وبدون تكلفة، كويس جدا. إنما أصبح، بما أنه أصبح أداة دولية يحتاج إلى تنظيم دولي. الأمريكيون يقولون هذا الفضاء لا يملكه أحد، ليس فيه حدود، ليس فيه سيادة لأحد، ولا يجوز أن يكون خاضع لأي رقابة من أحد. من خلال وجودي في الأمم المتحدة في عدة صفات حاولت أن أطرح فكرة نوع من الرقابة على الإنترنت، ودعيت بصفة عام الأمم المتحدة إلى مؤتمر في جنيف، لا سوري في برلين، تشارلز شعبان هون. هذا المؤتمر كان اسمه Internet Governance Forum، ووضعت برنامج له بالاتفاق مع أمين عام الأمم المتحدة لنضع حد أدنى من الحوار حول كيف نحكم الإنترنت، وليس كي نديرها ولا لنراقبها، فقط نوع من الحاكمية، وليس كسلطة إنما كحوار، خلينا نحكي مع بعض. لأن الخوف إذا لم نجد نظام موحد عالمي لحماية الحقوق على الإنترنت ستتحول الإنترنت إلى أداة مجزأة، وأنا بدأت أخاف من هذا، وأنا نبهت إلى هذا الكلام منذ أكثر من 15 سنة. الآن أكثر من نصف مستعملي الإنترنت صينيين باللغة الصينية، باللغة الصينية وبإنترنت صينية. فإذا كان جاء يوم، طبعا هم كما أن العملة الصينية هي عملة صينية للصينيين فقط، كذلك عملوا إنترنت للصينيين فقط. إذا كان جاء يوم وتعثر الحديث، وأنا كنت شاركت في عدة محاولات استطعنا من خلالها أن ندخل 7 لغات رئيسية على الإنترنت كقرار ولكنه لم ينفذ، ومنها اللغة العربية. إذا كان لم نستطع أن ندخل اللغات، وإذا لم نستطع أن نضع نظام
محكم لإدارة الإنترنت الخوف أن تتجزأ الإنترنت. أنا أكثر من هيك، أنا بقول أمريكا التي أعطتنا هذه الإنترنت خليها توضع هي النظام تحكم، تخلي الإنترنت ملكها ولكن تضع لنا نظام للحكم عليها، لأنه بدون موافقة أمريكا لا يمكن أن تضع أي نظام، لأنها تملك السيطرة على الأندربينينجز والروت سيرفرز وكل ما يتعلق بإدارة الإنترنت. فإذا حتى على لو كان بده يكون أمريكا هي المدير أن تضع أنظمة وتضع قوانين، وخصوصا فيما يخص الخلافات على الإنترنت، الخلافات التجارية. نحن الآن مقبلين، وأنا أيضا أود أن أقول أنه أطلقنا في الدوحة قبل أسبوعين الائتلاف العربي لصناعة الخدمات، لأن الخدمات هي المجال الأوسع في عصر المعرفة للتداول وللنشاط التجاري. الخدمات ستتداول على الإنترنت، وهي قادرة أن تتداول على الإنترنت طبعا أكثر بكثير من السلع، لأنها soft مش ملموسة. فبالتالي إذا كنا سنتجه إلى عالم سيصبح